لا تضحكوا يا أخي. أرتو حلوة هنا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. عشر بوسات أساسية يعني دي تقريبا فيها 10 ساعات توقع تستاهل 40. سيبك يا دمار لو 10 بوسات أساسية معناته في 40 بوس ما هو أساسي. أربع بساس، خمسة كروكوبل نايت، ستة رنالة زي كده. إيش هذا البندول هذا؟ كانوا بندول صح؟ فري غيروا تصميم الماب. أتوقع عندي سبيل اللي أجيب ماجيك ديفنس. في شيء هنا يستاهل إني أمشي من هنا؟ أجرب. أوه شجرة. مفروض تحتها يكون يب. الحجرة حتكمل لين تحت؟ ما أتوقع صراحة. المفروض توقف يعني at some point. أوه في طريق. ناني كوري. إيش في الكثير من تيرنا ليلي؟ What is happening؟ إنه فروم سوفت وير شرت حقوق الدرينج من بانداي نامكو. صحيح هذا صحيح الخبر يب. بس أنا مالي يعني ماني ملم بموضوع الحقوق هذا كثير فما أفهم ليش هم سووا اللعبة وهم يشتروا الحقوق حقها. أنا عارف إنه الناشر بانداي يمكن حاجة زي كذا هم الناشرين بس إيش الفائدة يعني إيش هيستفيدوا؟ هل حتصير تجيهم فلوس الدعايات مثلا؟ الكوميشن حق الحاجات والأغراض اللي تنباع خاصة باللعبة مثلا؟ هيك ماني فاهم ليش الثلجي هذا كأنه ثلجي راعي سحر شكله. فكيت بدري. ستن نضربه في الرقبة نقطع له الوريد. لابس دروع دايموند. هم يلونوا نفسهم عشان في شيء كذا اي جير تلبسه تحطه على الملابس يلونها يلونها ابيض اخضر زي كذا فاهم. اوه ما هو موجود ليش؟ حيكون فوق يا ولد متاكد 100% انه حيكون فوق. خليني افتح الباب عشان ما بتضارب مع الفتى الالماسي هذا كل شويه. ايش في انت؟ ايش تبغى دحين؟ تخيلوا اللعبة تكرج دحين وارجع من البداية يروح السيف فايل. مقفل الطريق. ليش؟ افضل مليار مرة. يب 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 مرة حلو. كل الجرافيك مرة عاجبني في المود مرة 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 عاجبني من وقت ما بديت للحين ما شفت ولا غلطة صراحة. يصيرون ياخذون نسبة اكثر من المبيعات. حسيت ودي الدايمس مو كثير يا ارت بس وصلنا لهنا. تعرف تنقلع ولا ما تعرف تنقلع؟ ايش بو هذا كذا يتشقلب؟ بالله 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 هذول ليش اثنين كلاب اثنين سحرة سوى السحر حق القمر صح؟ هذا ضعيف حيكون ساحر. الله معك. حس القمر سريع. الو عنده قمر في يده. كريهن باقي لي فلاسك واحد ان شاء الله يكفي مع اني متوقع انه القتال حيكون متغير حق رنالة. يلا بسم الله شوف ايش التغييرات حق رنالة. اتوقع سبلاتها حتكون اقوى او يكون ضبط الذكاء. رين نفسها. استنى حط البف ماني خسران شيء صح؟ الاحتياط واجب. بالاغلب حموت اول مره. شيل الكاتسين. سويت شايلد. سريعين سريعين العيال. ليش سريعين؟ وانا الثانية. الو بعيدة. كريبي كريبي هذول مرة اكثر شيء كريبي في الزمن. الوجه المجرة سريعين سريعين بس ممكن دحين لما تنزل يحصل انفجار. حزعل لو سووا شيء غبي. والله رعي المدات خلاص صرت اعرف تفكيره من كككه. مره تفكيره ككه ككه كذا راسه ككه فيه كذا زق. حسيت مره قهرني.
نحاول نستنى. نقول سوي له جمب. لا تضحكوا يا أخي. أرتو حلو هنا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. غيرت السبيل. خلاص كفاية. اليد لسه موجودة. أوه نو نو نو. طورت الاستدعاءات حقها. نسين يضربوها بله. اليد بتضربها. 100% متنا. إيه تسكته تسكته. شكرا. هذه اليد مرة أحبها. زعيم استدعى زعيم. لا لا عادي عادي. أنا بس اللي تعبني إنه ما عندي شو تسموه هيلز. دخلت بدون هيلز. لو كان عندي هيل كان دخلت في عينك كسرت عينها حرفيا. دحين إن شاء الله دخل رايح لها بهمة عالية وأخلاق جميلة. نقتلها 20 مرة. مرة عجبتني السماء هنا. مرة جميلة. لا لا ما حضار معك. خلاص كفاية قمور و... بس هنا الفيصل أول مرة يزي دمها مرة قليل. رموا علي شمعدان ورموا علي مدري إيش. وجع في شكلك. مرة قهرتني. سويت شايل. نازلة ولا إيش؟ لا لسه. أي شكرا. ضربة. ليتس جو. هيل. ممكن في استراتيجي إني أقتلها بسرعة قبل لا تستدعي أحد. تعرفوا هذا لو كان عندي بليد. بس أنا ما عندي بليد فما حسويه. هلا ارتو هنا. سلام. لو اقدر اسوي له سبام الاروان اللي سويته المرة الاولى. الاروان حق سلاح قدرك تحشرها. مو مشكلة اضربيه. عنده ناس مرة كثير يا اخي. ايش هذا؟ ضربنا الاثنين. مرة ما عندك فلتر. مو مشكلة. تعال تعال. مين ذا؟ بليد. والله غريبة انها تجيب بليد. دمه قليل. العيال. هذول حقين السحر مشكلة والله. خلي بليد يقتل لي واحد فيهم. نايس. هي وينها؟ اه قمر. لا 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 ليه سقطته كذا؟ الو وي. والله نايس القتال صار احلى بكثير كذا. انا اقتل السحر هذول الصغار يعملوا لي مشاكل. دحين انا حاطط الفلاسك اني ما انضرب وخلص. ما شاء الله مره خلص بسرعه. ليش كذا؟ نار 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 نار. ما تنحرقي انت يا اختي. طيب هذه حرفيا لما استخدمها ما اقدر اضربها. صارت قمر صح؟ ما ادري وين راحت. ماني شايفه. قمر بتسقطه بتسقطه. اسقاط جوي. لا ابو الحقد تطلق ليزر علي كذا. هلب 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 هلب. خليني جنبه أحسن. كان مات الدحين. وجع 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 وجع. اليد جات اليد جات. أحسن 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 أحسن. موتي موتي موتي. شكرا 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 يد حبيبتي يد. هيل هيل هيل. بس هيل هيل هيل. جي جي البي سي. لا لا أمور كويسة ما عليكم.
ارموا نفسكم. ايه ايه كلاب. اسف 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 بلاد عمي عمي. ليتس جو. تف اي والله لا استمنه مره تف. حلاوه عسل معاه، حلاوه عسل في يده. الباب اللي في البيضه هذا اللي انتم تفكروه، اللي انتم تفكروه ميكلا او ابنها، هذا ترى هذا انا. انا كي حلاوه عسل مركزه. ونقول بويز السلام عليكم، كيف حالكم؟ يا رب طيبين. معكم يور هوست ليلينزي بوتاتو، وجايين اليوم نلعب إلدر رينج. طبعا ممكن انا اليق غير البث انه يليق عشان الكاميرا حق الجوال، فتوقعوا اي شيء يصير. طيب كيف حالكم؟ وحشيني. ايش الكاميرا؟ كاميرا جوالي. للان المود ماشي معانا مره كويس، كل شيء تمام. البث كان مفروض يبدا من نص ساعه بس كبيت، كان هذه كانت مليانه مويه، شايفين كبيتها كلها. بعدين في قزازه هنا فيها عصير كمان، لما خلصت امسح المويه كبيتها، فكان حوسه شويه صراحه الوضع. ايش رايك بجاردن فايز؟ والله سكول بيحدثوه كل فتره وفتره، بس انا ما اشوف في مدات تستاهل انه يندفع عليها. يعني اشوف كونفرجنس حيطرح جاردن فايز. جاردن فايز مو مغير في الميكانكس مره، يعني الا ممكن ضايف فيجوالز للبوسات زي ما عمل مع رادان. شوف قارنه بمود زي كونفرجنس اللي هو دحينه ببلاش، نقول ببلاش هو، ايوه. فكونفرجنس حرفيا ببلاش وش اسمه مره مره جيد، يعني مرتب كذا تحسه، ضيف لك بوسات جديده، ضربات جديده الوحوش. هذا المود اللي انا بلعبه دحين يعني نفس الوحوش صح، بس اعطيهم ضربات جديده. خلينا نشوف الواد اللي برا كذا عنده سلاح حلو ب 15 ولا كمل 25 واجيب سلاح ملكيه. هلا دحوم. ليون هيلب ليون. يا عيون نيتشن هلا. يا اخي يسعد قلبك يا لوجيك والله. الله يتحرجوني. عادي انا احبكم كمان، انا مره احبكم مره. ما احس في سلاح، بس السلاح اللي ابغاه سلاح ملكيه الصراحه. احنا جالسين نتنقل من سلاح سترينث لسلاح سترينث، فماني شايف في سلاح ممكن استخدمه كبير غير سلاح ملكيث. والله نفسي كمان في سلاح ردان كده، امسك سكينتين ولا لا لا لا، سلاح ردان ما حيسوي بيرفكت بلوك فبلاش، ما حيسوي بيرفكت بلوك، فاهمين كيف؟ فمبدئيا نرجع نكمل طريقنا. ليه ما تسوي سبيد ران؟ والله يا علي ما في حل، ما في اي، يعني كيف اقول لك، انا مالي نفسه وما منها عائد كويس للقناه حاليا. حاليا الان في هذه اللحظه ما له عائد كويس. واو واو. متعودين. متعودين على العيد حقي. ليش كذا جاي على طول؟ وينه ذا؟ مره يشوفه من بعيد ذولا، مره مره النايت كافيلري. شكرا على الفولو شباب. اضرب اضرب ولا اضرب؟ هي هي هي. انضرب والله كذا كذا يا اخي. لسه البيرفكت بلوك جايب نتيجه. هي اقله ضرب الحصان بوم. انا طعنه بعيد الكاسه هذه، مره عملت لي ازمه. هاي هاي هاي. اوه انا حيضربني يا اخي. هذه ليش تضرب؟ هذه غش والله انها تضرب. تم تم تم. ضربت. اوه يلا مو مشكله، ايزي مره مره ايزي. وش اللي تحت الهيل؟ هذه زي حق سكر يا شو اسمك. دقيقه دحين اقول لك، بس خليني اقتله. هذه زي حق سكر يا سكول. المود فيه له نظام البري تقذع. ايوه يلا رحت تقذع. خليني افتح البونفاير، بس بما اني جيت هنا في بونفاير هنا صح. ايه سي انديد. ويلكم نور وعليكم السلام. وهلا ارتورس. طماطم جاء لا ها، شلت اللون الاحمر، ايش رايك؟ شلته 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 شلته. نبغى نروح لتوجذر صح؟ توجذر دبال دقات. بعيدة بعيدة. اوه سوبر اشي برايتنس 3000. الكاميرا خربت علي نواف، ما شريت. لا لا هذا جوالي، فممكن حتى يعلق، ممكن تشوفوا فمي ما يتحرك مع الصوت كويس،
عشان ما هو مشبوك بالسلك بس على الواي فاي او الواي فاي زي ما تقولوا. طماطم اوفر ريتد اتفق. سعر الدي ال سي في البي على البي سي 400 ريال. في ناس تقول انها بحجم لعبه مو بدي ال سي. ما هي ب 400 ريال لا ب 170، وفي بعض المتاجر حق ستيم تكون ب 100 ريال كذا. وجعني بالعافيه. ما حيقتلني صح للاسف. لا قلني تاني. اندرويد يس اندرويد. وعليكم السلام انس ويلكم. انا طيب انت كيفك؟ عساك منور. عساك طيب قال عساك منور. ذا ويتشر للاسف توصل المستوى ذو. كيف للاسف؟ ماني فاهم مكوك. لا تستعجلوا لا تستعجلوا، نستنى شويه ترى مره بدري، 3 شهور لعل وعسى ابو المزاميز يتراجع في السعر. مع اني ما اتوقع بالغلط. والله بالغلط، والله طحت بالغلط هنا. اطمعت في الطريق ذا شفته كذا قول جديد. اقل شيء تكون مدتها 17 ساعة. شوف شو شو شوت بروم من اول من اول من اول من اول هم في الايرلي ديفلوبمنت كانوا يقولوا انها 40 ساعة، بس انا ماني من النوع اللي اطبل حرفيا. ما في اي شيء يشفع حتى لو كانت. ماني من النوع اللي ادعم سالفة الدي ال سي اصلا من البداية. نزل لي لعبة كاملة وخلاص. اتكلم على كل الشركات مو بس فروم سوفت. يعني سالفة الدي ال سي هذه حرفيا يعني استنزاف للكونسيومرز بوكيتس ماني. حرفيا كذا ينزل دي ال سيات وما ادري كيف عشان يسحب فلوسك، يقسم كمية السحب اللي بيسحبها منك على دفعات. فحتى حتى حتى يعني شوف الشيء الوحيد اللي حيشفع للدي ال سي مثلا ب 40 دولار زي ما بتقولوا، مثلا لو كانت ب 40 دولار هي 170 ريال، و 170 ريال يعني هذه انت تتكلم يعني ممكن العاب تريبل اي تلاقيها بالسعر ده. النار ليش تضرب؟ والله النار مره تضرب. ابطلع فوق. مين ذا مين ذا مين ذا؟ ما بعرف مين ذا، مره جديد هذا. عليكم السلام حسن ويلكم. كلامك صح 169 ريال ايوه يا زاردمان. فانت شايف يعني. بسرعه اكيد يكون قريب ريكورد. والله في حاجات كثير، نظريات كثير، ما عندي فكره. هذا مزمار هذا او مزمير نسمينه مزمار المخوزك خلاص. يا ربي الله يستر. يطلع مره قوي بعدين او يطلع مره ضعيف تعرفه. هذا الهايب على البوستات اللي زي ذي. بس يعني في 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 نظريات كثير عليه. احنا مبدئيا انا ما احب صراحه ده حاليا اليوم ما في حيل افكر. حسيبكم انتم تعطوا نظريات تقول اوه سودسكا فاهمين زي كذا. طع 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 تستن وطع وطع موت انقلع. ماني جايب بليد فحيكون كريه البوس احسن شيء. انا شاري إلدن 9 مو معقول اشتري اضافه اغلى من اللعبه. انت شايف كيف حرفيا هم ال 400 ريال. لما قلت ب 400 ريال يا ليزرد افتكرت لو انت واحد جديد دحين جاي تبي تلعب اللعبه وتبي تشتريها مع الاضافه حتكون ب 400 ريال الديلكس اديشن اللي هي هذه وقتها ب 100 دولار اتوقع ولا شيء زي كذا. بس هم مفرقين زي ما اتفقنا او زي ما قلنا. هي 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 شوي كل واحد عنده نظريات. وانا عن نفسي حقول انه تقذع تقذع. تعرفوا تقذع ولا ما تعرفوه؟ نفسي اصد ضربته اهو نفسه. والله يضرب ليه سريع. I am not afraid. Ta pam ti. ستن يا اخي صد سكرو جميل جدا. ما اعرف لاي حد اقدر استخدمه ضده بس انضربت. يبغالي استخدم ضربي صح. يا عيونه نيتشن زين. شكرا على الفولو. كان غلط اني اصد السبيل حق البلاك فلام. اي خلصت هيلاتي اوريدي اوريدي. شوف فك اما راوغني
استحي يا أخي. خربان الفايت، مرة خربان. كل الاثنين ما احنا عارفين نضرب بعض. وحوحو سريع. كفر؟ لا، نقز. الو 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 الو. لا، بحط النار. أسألك من الثقل ده؟ ما في ثقل، ماني ثقيل. السلاح ثقيل. يسويه تاني صح؟ ما بيسوي الكفر كمين موف هنا. كفري، لازم نقعد بعيدين عنه بس. دقيقة، في أحد سوالي فولو؟ صدها كلها؟ صدها! يلا يلا بس، يلا يلا غبي يقهر. لو ضربت معه بسلاح الثاني كان قيده ميت الحين. كفر، توها مرة بسرعة. اوه نو 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 نو. ثاني والله بيسويها مرة كثير. عجبني القتال صراحة. حرام أموت دحين صح؟ فضيت يا كلب. أشرب. عادي يضربني هنا. إيش الكومبو الجديد ذا؟ والله كومبو جديد يا عيال. أطعنه بكرشو تو هذي. والله أنا وحظي، ممكن أقتله ممكن لا. لو استخدم ضرب اللي بكرشو ممكن أموت. والله ساير أخو شباش كبش 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 كبش. 200 ضربة يا ياد. بام وبام ضربني بذيله وقتلني شكله. سوي كذا عشان أضمن سلامتي. أقعد 10 ثواني ما أموت. إيه الله صراحة العشر ثواني. بوم. ممكن تجي يا بابا؟ خلاص خلاص الحركة ذي ماني قادر. كريه كريه. حرفيا صار يضربني بكل شيء. أكره نفسي. اختناق أبدي. يا أخي يا أخي اختناق يا الله. طيب أقدر أشرب دون ما انضرب؟ احتمي بالكرسي. طيب حيوان. يا أخي هذا حيوان هذا. الله مكسره ومبسوط أني بترفع حس كده. هو من زمان نفسه يشوفني كذا. انا اليوم ماني مركز والله حرفيا. قبل ما ابدا البث يعني كذا كبيت 200 مليون حاجه، وكمان عشان الوقت متاخر في الليل. بس اهم شيء اني جيت وسويت لكم بث صح، اديت اللي علي. اليوم في شيء غلط كذا، كل التاسكات حقي سويتها غلط، كل شيء حرفيا. ما في شيء سويته صح اليوم. لو قعدت معاك كان احسن. هاي 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 هاي. الضربة الغبية ذيك ما بيعملها صار. اللي ما عارف أصدها. هنا احنا ندوخه. نايس. خلاص مو مشكلة. أهم شيء. بام 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 بام. والله مرة بيحاول يضربني عيونه نيتشن هلا. بام 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 بام. دوخه ونضربه. اوكي ممكن احاول ادوخه تاني ولا خليني اتضارب مع عادي. لا يخلي يدخل فيستو ويظبط اموره.
كل ما طولت معاه في القتال كل ما بفقد مهارتي اكثر. ما ادري ايش السالفه. تعال حبيبي. اهم شيء ما نقعد قريب مره اللي ضربنا ببطنه. ايه استخدم النار الكبيره. غبيه الضربه دي مره غبيه. تقر دوريشا بروتكت مي. الضربه جالس يهيل ده ولا ايش؟ يلعن شكل الشيطان. كرهها كرهها ضربه البطن دي. ضربه الكرشه رهب. فاهلا وسهلا ويلكم وعليكم السلام. هذا مد ضربني بس صديته اول مره وطيحني. انا صديته بس انضربت برضو عشان البلاك فليم الزق اللي فيها. بام وبام وبام وبعد دحين اتكلم يا رب. بس دقيقه خليني اضبط اموري هنا نخلص منه. ربي الاختناق عندي ابدي اليوم. ايش فيه صار سريع يوصل كذا. يلا بس انضرب حتى من ذلب انضرب. في ما في ما بيضربني. هذه الحركه مره تقر. استنى ما انتبهت اني خلصت للبار. نجرب عليه السحر. موجود عندي سحر. رجع ابو شكل الشيطان. ممكن لا ممكن ما تقتلني خلاص. ترى مره الوضع ما يستاهل. ما في احد جالس يعمل لي ام كويو بايديزا والحركات هذا وبلاك بود والدمبوشي. يلعن شكل الشيطان. هيقتلني الحين. يا ابني موت موت خلاص. قتلني صدقوني قتلني. اوه موت 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 انقلع موت كلب. اوه اختنقت للابد. هي والله إديوتا. يلا 70,000 سول الحمد لله. قريتا كيكة. لا جمع رونز وبعدها تطور أسلحتك وتقتلهم. لا هي حلاوتها كذا لما قتال يطول. بالعكس عاجبني الأخذ العطى في الضرب. فاهم كيف نجلس نتعود يعني. إلا لو كذا ريكارد حيكون مفجر أحس في المدات هذه مرة يخلوه قوي عشان المساحة اللي عنده في الأرينا وعشانه سهل في اللعبة الأساسية. دائما أي بوس سهل في اللعبة الأساسية هم يركزوا إنهم يصعبوه في المدات. هذا اللي في العادة يصير يعني عقلية رعين المدات. ما أعرف شي اليوم في شي غلط اليوم أحس. تعرفوا عشان اليوم جمعة وتحسوا يوم سبت عشان الإجازة هذه اللي أعطونا هي 4 أيام. فكذا أحس كذا كل أموري ملخبطة كذا. تعرف كيف بكرة حصحى حكون كده إنسان الفراغ. تعرفوا بتسوي أنت. صديتها يلا حمشي. والله ما في حيل الضارب مرة. I will run away. I will run very far away. قلع. ليش وقفت مقاطع التيك توك حقي؟ ساعد بنزل كل فترة وفترة بس البرنامج نفسه عندنا يعني في مقاطعة كبيرة عليه. فبحاول ما اقطعكم بس ما في عندي بديل يعني بصراحه. في نفس الوقت ما هو مساعد اني انزل فيه. ما في ناحيته دعم زي ما اقول لك. غير اسوء بوس في إلدن غير جاتسكن. لا اسوء بوس في إلدن شو اسمه الفاير جاينت. حرفيا ما من اسوء البوسات. انا دائما البوسات العمالقه ما احبهم في العاب السولز. وين سلاحنا هذا؟ سيربنت هانتر لونه ذهبي. Together. فهمتك يا كبير. بينزل في القناة. هو حيكون موجود في القناة على طول. هي الفكرة دي اننا الفكرة من اننا بنبث في اليوتيوب عشان ايش اسمه البثوث تنزل على طول. فاهم؟ نغير التايمينج حقها. لا شكله اي ريكارد الفيس الاول اتوقع اموري كويسة معاه.
من ناحية انه لعبنا سول ليفل 1 ضده، اهم شيء اللي يسوي الحركة ذيك اللي يدخل راسه في الارض. اتمنى يكون شالها منه. يب باري. هاي 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 الضربة الثالثة تسكن. يس. بعدين نضربه ارتو. مرة قريب لللافا انا. في عيونه نيتشل. مسكت. ايش بي غبي انفجعت. اكلني خلاص بالعافية. حطني في البويزن دحين يكمل البويزن علي صح؟ مرة غبي انا. هاي 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 هاي. هذه الحركة اللي ما اعرف صدها. اه لا مو هي. الحمد لله خفت. حسبت استخدم هذيك الحركة الكريهة. هذه حركة كريهة دحين كمان. خلاص يا كلب خلاص. مرتين ما شاء الله. يموت حيوان هذا. اللي يسوي تقدا. خليك كتسير ما يحتاج. تقدا. يجيك كده يقول لك. ارهب شخصية في اللعبة حرفيا. ابن ريكارد والله فكرة في كلام كثير. انا اقول انه ريكارد. اتمنى انه يكون ريكارد مو ابنه. ابي ارمي لي حبه كذا تقعد تعرف. يا ربي ايش فايده خطته والله ما ادري يا اورنستين ايش الفكره اصلا من كل اللي جالس يسويه ريكارد. هم حطوه بس عشان تكون يده صغيره كذا. عنده يد صغيره كذا يقول لك تقعد تعرف يدي صغيره. اوكي بيعلق الموت. معلش حشيل ال بدا يعلق. خفت يكرش. ليش شرجها كذا؟ مو متعود يشرج. المفروض يطلق الهم حقه الجمجمة. ممكن تتبع حقه يكون أحسن. طق بام. عنده ضربة ثالثة المفروض. اهي فجرني. طلعته فجرني. انضرب مرة كثير. بالله 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 مرة ينضرب كثير. ما ادري ايش فيه. احوح انا انضرب اكثر. يضربني براس الافعى. مرة موت ومرة هذه الانفجارات جات عندي. ضربت. خليني اشرب. اكلني. والله وات تايمينج. ما حنضرب بس عشان شرب البوشن الكبير. ميون حرفيا. توفك. ممكن تخليني اضربك الضربة اللي بضربك بيها. بطأ السلاح ولا ايش السالفة؟ لو كملت زي ما انا كان احسن لي. لعن شكلك. يباو ذاقات تقلع. كنت بسمعها صراحة. اختناق ابدي. يوم استخدم الباري. صدق صدق ليه ما بستخدم الباري؟ خلينا نجرب الباري عليه. بام. اي والله ينفع. اشكرك. اتوقع قرب. لا صح قرب ما نسوي له باري. هي هي. اي والله ينقص كثير من هذا. اضرب اضرب اضرب. ايوه اتخلي يسوي حركات. مفروض استخدم حتى لو كنار تعاد عشان ما نترجع. فم هنا بس ضربتين. فري فري ضربتين. هذا الضربة الغبية. بويزن. لا بيحاول يمسكني. هاي 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 هاي. فم 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 بام. احاها ستن وموت. اسمع ابشحن له. الله يرضى عليك خليني اضربك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خلينا نطلع صوت كثير مو كويسه. هنا فرصه اضربه.
بري. والله اقدر اسوي له بري. غلط، هذا الضرب اسوي له بري. هذه سويت لها بري كويس. هذه ليش جاتني هنا؟ شوف النار. صدوا 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 صدوا. ما يوصل لينا صح؟ اشحن له التو. يب انضرب. نايس. المشكلة قريب. اخدم حركات مو كويسة انا عارف. لول لول لول. نسيت نسيت نسيت. يبغى يستخدم الحركة حقه ذيك صح؟ قنار. اي والله. لو اقدر اقتله قبلها خليني اشرب الفلاسك اني ما انضرب 10 ثواني واحاول اقتله. اضرب اضرب ما همني حرفيا ما همني. خلاص عشان ماني متاكد اخاف يكون عنده ضربه جديده. خليه يموت كذا وخلاص. ارحم لي. A serpent never dies. يوم حلمت اني بحاربه. والله حلوه الاحلام. لين بتحاربه شخصيا ولا حلمت اني انا اللي بحاربه؟ حلمت اني انا اللي بحاربه. يب يب ايزي. عاش عاش.